السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم سباكيتي اللي هي عجائن كتعجب كل واحد بالنسبة للصغار ولا الكبار اللي غادي نحتاجوا ليها واحد نص كيلو ديال الكفتة ولا على حسب القياس اللي بغيتو، رابعة ولا نص كيلو ولا بلاش. حتى انا بعض المرات كنديرها بلاش كتجيني زوينة، وانما انا لما درتها بلاش كنديرها بواحد لاصوص ديالها سبيسيال اللي كتكون واحد الاعشاب ديال لي بات ديال سباكيتي، كنديرها باش كتعطيها البنة او لا كدير فيها كنور على حسب اللي بغيتو. المهم هاد السباكيتي اللي غادي نحتاجو لها نص كيلو ديال الكفته، عندي جوج بصلات كبار اللي غادي نحكهم، وعندي واحد ثلاثه ديال الحكيكات ديال المطيشه، كل حك صغير فيه 70 غرام، عندي ثلاثه منهم، ولا كان واحد كبير غادي بحال الحك ديال صحاب مالين عايشه في المغرب، كاين واحد كبير وغادي تزيدوا معاه الثاني يكون بحاله ولكن نص، والنص اللي كيشيط لكم حاولوا انكم تزولوه من الطاسه لانكم باش ديروه في شي بلاستيكه وتقدروا تخبعوه في المجمد، لان انت تحتاجوه وتخرجوه ما تخليوش البليك ملي كتحل ما صافي كتموت، يعني ما يبقاش فيها الحاجه اللي كتشيط، وانما تزول وتدار في حاجه اخرى، او لا كنتي غتخدميها في العشيه غادي ديري فوق منها الزيت. هذه قضيه نصائح كندخلها في وسط الطبخ المطبخ ديالي. عندنا واحد الكاس الارب ديال ما بين زيت البلديه ورومية على حسب اللي كيبغي، دائما تنقول اللي بغى يدير البلديه يديرها، واللي مولف بشي حاجه ما تجيش ثقيله كيدير الزيت خفيفه. عندنا بالنسبه للعطريه عندنا الابزار، عندنا الملحه، وعندنا سكينجبير، وبالنسبه عندي هنايا ثومه غبره او طريه، وطريه كتجي عاد حسن، وعندي هنايا الجوزه، الجوزه مهمه اللي كتعجبني دائما في الاكل، يعني في هذا البرد هذا كتصلح لي بات والعجائن والبطاطس حتى هي كذلك. دابا غادي نبداو على مشيئه الله. اللي غادي نبداو اول حاجه غادي ناخذ واحد المقله كبيره، قبل عندي هنايا سباكيتي اللي انا غادي نخدم جوج باكيات، نتوما هاد الناس اللي عائله قليله وصغيره ما شاء الله، غادي نديرو 500 غرام، انا غادي ندير 500 في 500 يعني 100 شحال 500 في 500 من بعد غادي نضيف هادشي غادي يتسلق. اللي غادي درت واحد الطنجره هنايا غادي تسخن مزيان، بعد ما غادي يغلي الماء، ومنين غادي يغلي عاد غادي نضيف له السباكيتي اللي انا محضره دابا مجدا اللي غادي نخدم ليا. دابا عندي المقله هنايا هاني درتها، اول حاجه غادي نضيف لها الزيت، هادي نحك هادوك البصلات بالحكاكه من فوق ديك الزيت، غير خصني نقص بهاد الحكاكه هادي، غادي نحك داك جوج البصلات صافي. هنا من بعد ما حكيتها غادي نحركها، غادي نضيف لها واحد شويه ديال الثومه، ومن الاحسن تكون الثومه طريه حيت ما عنديش الثومه طريه، ماشي مشكل يعني حتى اليابسه راه مزيانه. غادي نغطيها وغادي نخليها تطيب مزيان حتى تهبط مزيان، ونخليها كطيب. من بعد ما يغلى على الماء غادي نرمي فيه السباكيتي. دابا منين غادي نخلي داك لاصوص تطيب مزيان، من بعد عاد غادي نعاود ندير عليها هاد الحكيكات اللي غادي نفتحهم ونضيفهم فوق من هذا، ونوجد الماء اللي غادي نضيفهم فوق لاصوص. بالنسبه للمطيشه بيوري اللي كتكون في هاد 70 غرام بحال اللي كتقولوا معلقه كبيره عامره، يعني كاين اللي كيشريو القرعه الدجاج اللي كتكون فيها مطيشه بيوري معقمه، ولكن كيكونوا حاطينها في الثلاجه، غير هي فيها هذه ديروا ثلاثه ديال المعلقات كبار مزيانين بحال هذه معلقه كبيره عامره. دابا انا خويتها هنا باش تشوفوا، من بعد غنخوي حتى هذوك بجوجهم، ومن بعد غادي نشوف دابا فين وصلت هذه.
السر ديال سباكيتي ولا لي بات العجائن باش كتجي داك ماك طيب مزيان لذيذه بزاف، انكم خصكم هذا البصله هذه تبقى كطيب مزيان بحال اللي عليه تحمر شي شويه، ولكن هي ما غتحمرش وانما كطيب، خصها طيب مزيان بداك الزيت البلديه وداك الثومه باش كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. وهاد السليبات هذه ولا سباكيتي غادي نسموها بواحد رشه المعدنوس طريه اللي غادي نرشوها ولا المعدنوس اليابس على حسب اللي موجود عندك. دابا هذه هاني مازال معاها، نكمل مطاشه الثانيه والثالثه. صافي دابا راه طابت، ها هي مطيشه درتها كامله هنا. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا القياس ديالهم مثلا 500 غرام، انا راني درت 1000 غرام، يديروا واحد المعلقه ونص ديال مطيشه. غادي نقبط الماء، غادي نضيفو، غادي نضيف واحد جوج كيسان، غادي نحرك. هادشي كله كنطيبوه مازال بلا عطريه. دابا غادي نخلي هاد لاصوص هادي مزيان حتى تطلق الحموريه ديالها بوحدها. هانتوما شفتو طلقات الحموريه ديالها بوحدها، هانتوما تا الزيت. دابا غادي نضيف الابزار والسكينجبير والملحه، وغادي نحرك مزيان. الكوزه غادي نخليها هي التاليه حتى نضيف الكفته. هانتوما شفتوا واخا درت ديك الماء لاصوص، ها هي دي وجدات كتولي صوص ماشي كتولي وخاترة، ماشي انها جارية ولا تقول الشكل دارت الماء بزاف، ولكن هي راه كتشرب. غادي نولي نغطي عليها باش يشرب داك العطرية تشرب، ونقص عليها شي شوية، ومن بعد غادي نخليها تنضيف عليها الكفتة. دابا ها هي دي وجدات عندي. دابا باقي لي غير نضيف ليها الكفتة. قبل ما نضيف الكفته انا راني خديت واحد الربيطه ديال المعدنوس، واحد 5 د العراش ولا 6، وغادي نهز منهم شويه للزين وهادشي. غادي نرميه دابا هنا، غادي نخلطو. هاد النكهه ديال المعدنوس هي اللي غادي نبغيتها تدخل ليا في الكفته. دابا غادي نقبض ديك الكفته اللي عندي، غادي نقبضها وغادي نبقى نفرتها هنايا. كلها غادي نفرتها وغادي نرجع لكم، حيت يد وحده ما كي كيقولوا ما كتصفقش. دابا غادي نفرتها ونرجع لكم على حسب التليفون كنهزو في يدي. راكم غاديين معايا بالخطوات، يعني كلشي كنوريه لكم. وهذه حاولوا انكم هي تقلبوها باش تطلع لاصوص وتحبسو، باش علاش مش ما تفرتت لكمش الكفته بزاف، باش تقبط الحراره ديالها تبقى هكذا غادي تقبط لداخل. من بعد نحركوها عاوتاني. هانتوما كيف كتشوفوا
هذه هي سباكيتي اللي لاصوص المعتاده اللي كندير دائما اللي كنتمنى تجربوها. دابا عندي سباكيتي كل وحده راه كتعرف كيفاش كدير كتسلق، كاينه عندها في الورقه في الغشه ديال الورقه ديال السباكيتي شحال كتجلس باش كتسلق. كاينه هي دي كاينه ديال 10 8 8 حتى 10 ديال المينوت ديال الدقائق بعد ما كيكون الماء كيكون مسلوق يعني غلا. دابا غادي ندير الكوزه اللي قلت لكم. البنات اللي كيقولوا لي في الوصفه ديال الحريره ما درتيش الكوزه، التليفون حبس لي ولكن درت الكوزه. انا شربتها يعني انا درتها ومتاكده بان درتها، قالوا لي ما درتيهاش ولكن انا درتها، التليفون حبس لي وما بغاتش يترجع لي داك الساعات. انا كنت صايمه وبغيت ناكل ما غاديش نقعد نتسنى. درت الحريره فيها الكوزه كلافان بحال هكذا وكتجي زوينه حتى هي. قلنا بان سباكيتي غادي يغلى الماء مزيان من بعد غادي ترميوها من بعد غديروا لها الملحه. كاينين الناس اللي كيديروا الزيت معاها، كاينين اللي ما كيديروش. انا ما تنديرش الزيت، كنحطها سخونه، ملي كنصفيها من الماء مباشره كنحطها في الطبسيل كندير عليها لاصوص وكنزلها باش داك السباكيتي ما كتعجليش وما تتلصقليش. صافي دابا هاد لاصوص ديالي هي دي وجدت. دابا غادي نطفي عليها من بعد ما غتسلق ليا سباكيتي كيف قلت لكم، وغادي ندور دوره وغادي نرجع باش نقدم لكم الشكل النهائي ديالها ونتلاقاو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال السباكيتي ديال اليوم اللي كنتمنى تعجبكم وتجربوها. كتجي كي كيقولوا كنقدمها مع الكمير، اللي بغى يقدمها مع الكمير يقدمها، واللي ما بغاش يستغنى لانها كمالي الطليان كيقدموها هكذا بالكمير. وكنتمنى تعجبكم وتجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم. ما تنساوش تشانكوني على القناه ديالي شيوات نادية الفاسية، والسلام عليكم وبالصحه والراحه.